وسع بالك معايا شويه، ولو انه حتى سي سمير عنده رياكسيون، معناها خاطر كلام ماهوش معقول برشا، سامحني معناها هذاك تو مي ريسبي الكلام وكل التوضيحات هذيا. فما جوامع غير قانونيه تفهمنا فيهم، العدد نتاعهم 91، فما دور عباده او جوامع او مساجد اخرى عندها سنين الله تخدم وعندها الترخيص القانوني نتاعها، ولكن تمثل خطر كيما جامع الفتح. علاش اليوم ما تمش قرار بغلق الجامعة ذي؟ لأنه معروف الكارتيه جنرال الفياف متاع أنصار الشريعة. ألو ألو، سمعتني سي عصفار؟ سمعت. يعني بالنسبة لجامع الفتح وغيره من الجوامع هذه، هي في الحقيقة يعني موجودة يعني على بساط الدرس، ولكن نحن لا يمكن أن نغلق جميع الجوامع دفعة واحدة. اللي فيها خطر قلناش نسكروا مسلمين، وبالعكس توجعنا كي نسكروا بعض المساجد في شهر رمضان وغيره. نحكيه على أمن دولة، راهو أمن التونسيين الكل. نعم نعم، وأمن الدولة ليست فقط يعني وزارة الشؤون الدينية التي تأخذ فيه القرار، هناك إذا فيها أطراف متنوعة وهي التي تأخذ القرار الجماعي المناسب في هذا الظرف المحدد. ضيفنا سي سمير الطيب الأمين العام ونائب المجلس الوطني التأسيسي لحزب المسار عنده تدخل أو سؤال يحب يحكي معك، الكلمة ليك سي سمير. تفضل. صحة شريبتك سيدي. صحة شريبتكم، بارك الله فيك. بربي باش نبقى دائما في جامع الفتح. نعم. شوف قاعدة هالمدة هذه قاعدة تخرج مسيرات من جامع الفتح وترفع فيها شعارات، حقيقة شعارات مش نافع الإرهاب، وإنما شعارات بجانب المسائل هذه تطرح في مسائل أخرى خليني أقول خلافية في المجتمع التونسي. فما قرار أخذته حكومة علي العريض وهو يقضي بأنه لا يمكن للأحزاب السياسية ولا حتى المواطنين أن تنطلق وتخرج في مسيرات من المساجد. ما رأنا إلا في الفترة الأخيرة شفنا أحزاب مدنية وأحزاب كانت في السلطة وتعلن وتطلق في دعوات لخروج مسيرات من المساجد ومنها من جامع الفتح. هذا الأسبوع مثلا حركة النهضة خرجت مسيرة من جامع الفتح. هذا أولا يا أخي، هل تم التراجع على القرار الذي اتخذته حكومة علي العريض في هذه المسألة؟ أي أنه خاصة في الظرف هذا الحساس. هذا واحد. اثنين، يبدو انه في نهايه الامر وقع الاتفاق بينكم وبين وزاره الداخليه حول عدد المساجد اللي خارج على القانون، ويبدو انكم في نهايه الامر قبلتوا الرقم اللي كانت تقدم فيه وزاره الداخليه، لانه وزاره الشؤون الدينيه كانت تقول العدد هو تقريبا 47 ولا 48، ووزاره الداخليه تقول ما ينازى 90. توا قلتونا اللي القرار هو يخص 91 مسجد، ويبدو انه في نهايه الامر هل وقع الاتفاق على عدد المساجد الخارقه للقانون واللي خارج على القانون؟ وشكرا. نختم معك بالتدخل هذا يا سي عفستار، تفضل. تفضل سي عفستار، اسمعنا من الهاتف خير. نعم، قلت التوضيح بالنسبة، هناك ليس هناك خلاف بيننا وبين الداخلية، 91 قلت هي المساجد التي بنيت دون ترخيص، وال 47 وال 49 كل علم هي المساجد اللي هي مبنية بترخيص وتحت إشراف الوزارة لكن استغلت وخرجت عن إشرافها، يعني هناك فرق بين هذه الجوامع وتلك. يعني ال 91 اللي تحكي عليها الداخلية هي ليست من الأساس تحت إشراف الوزارة، لم تفتك منها، هي مساجد بنيت بعد الثورة بطريقة فوضوية، بينما الإحصائيات التي تقدمها وزارة الشؤون الدينية هي تخص مساجدها التي يعني تم استغلالها من طرف يعني ناس خارجين عن القانون. وللعدد نتاعها قداش يا عبد وتلك؟ نعم؟ للعدد نتاعها تقريب قداش؟ بالنسبة لمساجدنا التي خرجت من سيطرتنا بعد أن نصبت الحكومة الجديدة، هذه هي التي نعيش الآن في ظلالها، هي 149، اليوم استرجعنا منها 112، يعني نتكلم على مساجدنا اللي هي تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، بقي تقريبا يعني 37-38 نحاول استرجاعها في الأسابيع القادمة، بينما 91 هذه مساجد أخرى يعني ليست لها تراخيص وبنيت بناء فوضويا. هذا هو التوضيح الذي يجب ان اوضحه للساده النظاره. واضح سي عصفار على كل المشكل، معناه نفهموه انه النسبه الكبيره نتاعو بالعكس ما تحلش. على كل نشكروك على هذا التدخل، ان شاء الله في القريب بنوجه لك الدعوه ونحكيو باكثر استفاضه في هذا الموضوع.